اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من اليهود الغاصبين، اللهم طهره من اليهود الغاصبين، وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا قوي يا عزيز. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.